أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلوكيات، الحلقة 12، وهي عن رهاب الساح. رهاب الساح أو ما يسمى طبيا أغورافوبيا أو الخوف من الأسواق، هو أحد اضطرابات الرهاب التي تصيب الناس منفردة أو مترافقة مع نوبات الفزع، وفيها يكون هناك خوف شديد من الأماكن العامة والمغلقة ووسائل المواصلات ومراكز التسوق، وحتى أحيانا الخروج من البيت لأي مسافة كانت مشيا على الأقدام أو في وسائل النقل. ويؤثر هذا الاضطراب تأثير هائل على حياة الإنسان، خصوصا في درجاته المتوسطة والشديدة. وللأسف الشديد فإن رهاب الساح بكثير من الأحوال ينظر إليه على أنه أمر عادي، أن فلانة لا تخرج من البيت وهي تكتفي بالبقاء في البيت وتصلي، وكأن هذا من اختياره. هو ليس اختيار، هي مريضة وهي تخاف من الخروج، ولا بد من التحقق من الأمر قبل وضع افتراضات. أما من منكم قد عانى أو يعاني من هذا الخوف، أن أذهب إلى المسجد يجب أن أكون في الصف الأخير، لأني إذا كنت في الصف الأول واضطريت إلى الخروج قد لا أستطيع، لا أذهب إلى السينما لأنها مكان مغلق، وإذا اضطريت يجب أن أجلس قريب من إشارة الخروج، لدرجة أن بعض الناس يصبحوا مربوطين بإكزيت ساين، يعني وين في إشارة ما خروج طوارئ يجلس بجانبها، قاعة محاضرات، سينما، مسرح، احتفال كبير. في كثير طبعا هو يدرك أن هذا ليس بالضرورة، يعني ليس مكان مخيف، ويرى غيره بيستعمله ويعلم أنه يجب أن يذهب مثل غيره، لكن ما يمنع شعور الشديد بالخوف، الخفقان، التعرق، الشعور بأنه سيغمى عليه أو يفقد صوابه وقد يفقد السيطرة على نفسه. فالرهاب الاجتماعي، رهاب الساح يختلف عن الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي فيه الناس حذرين من اللقاء والحديث مع الآخرين، ولا يهمهم أن يحضروا مكان عام طالما أنهم غير مطلوب منهم الكلام. إنما في الرهاب الساح هو ليس الموضوع الكلام ولا موضوع الأشخاص، هو موضوع التواجد في مكان مول كبير أو وسائل مواصلات أو منطقة مزدحمة أو ملعب كرة قدم، وبالتالي التشابه يعني ليس بهذه الدرجة مختلفين. قد ترى كلاهما ذاهب إلى صلاة الجمعة وكلاهما يريد أن يكون في الصف الأخير أو في الصلاة بشكل عام. الرهاب الاجتماعي يخشى أن يكون بالصفوف الأولى حتى لا يضطر أن يصافح أو يسلم، أو أحيانا يطلب منه أن يأم، بينما الرهاب الساح هو يريد أن يكون جاهز للهرب. الهرب من ماذا؟ من وقوع حالة من الخوف والأهمية لمغادرة المكان. لمن لم يعاني من هذا الشكل من الرهاب قد يجد هذا كلام غريب ويتخيل أنه غير موجود. لا، هو موجود وبنسب عالية وبأعداد كبيرة. فمن منكم عانى أو يعرف من يعاني فليكن على يقين أن الخطوة الأولى بالحل هي بين يديه، عدم التجنب والمواجهة. المواجهة هي الحل الأساسي للرهاب، والتجنب هو الأساس في حدوث الرهاب. والطب النفسي سيساعدك في تنظيم ذلك، ويساعدك أحيانا بشكل دوائي أيضا في الخروج من هذا المأزق. وإذا ترافق
رهاب الساح مع أي شكل من أشكال الفزع والهلع، فيعالج أيضا الهزع الفزع والهلع حتى تنتهي المأساة ويعود الإنسان إلى حياته وسعادته بخير وصحة وسعادة. شكرا لكم وإلى اللقاء.